بسم الله الرحمن الرحيم وبين لا زال حديثنا متصل عن ميل جينيتال سيستم. تحدثنا احنا في لقاء سابقا، النهارده نتكلم على العضو الذكري الخارجي وهو القضيب بينس. ما هو البينس؟ بينس هو عباره عن كوبيولاتوري اورجان، عضو الجماع. تعالى كده شوف البينس، اوعى تتخيل ان القضيب هو الجزء البارز من الدم انت، لا. يتكون القضيب من جزئين، روت اوف ذا بينس بادي اللي هو الفري بارت منه، يبقى عباره عن روت، جزء جوه الحوض وجزء موجود بره اللي هو عباره عن البادي. مما يتكون روت اوف ذا بينس، تعالى هنا كده، واحد عباره عن بلب، هذا البلب اوف ذا بينس، الجزء ده كده البلب اوف ذا بينس ماشي جواه اليوريثرا، يبقى في قلب البلب اوف ذا بينس ده اليوريثرا مغطى بعضله اسمها بلب سبونجيوزس ماسل، يبقى اول حته اهو البلب ماشي في قلب البلب اليوريثرا اللي هي البنايل يوريثرا او السبونجي يوريثرا، روح لليوريثرا اسمها المحاضره، كفرت بعضله اسمها بلب سبونجيوزس، بلبو سبونجوزس، عاوز مزيد بقى من العضله دي اسمها محاضره البرينيه البوش. ثم اثنين، واحد يمين وثاني شمال، كراس كراس يمين كراس شمال، ماشي في قلبه ديب ارتري اوف ذا بينس، كفرت بعضله برضه اسمها اسكيو كافرنوزس مصر، يبقى ده ماشي جواه اسمه كراس، ده ليه؟ البلب. البلبو سبونجوزس من العضله اللي هي بتعمل عمليه كونتراكشن ات ذا اند اوف ذا ميكتوريشن، في نهايه عمليه التبول، عشان تفضي اليوريثرا خالص من اليو ايه من البول. امال الاسكو كافرنوزس حبيبي، يا اسكو كافرنوزس دي شركات شغال عليها، ناس بتاكل من وراها ذهب، مش دور ذهب، اسكو كافرنوزس هي العضله التي تحافظ على عمليه الانتصاب يتمناها اي رجل في حاله الجماع، وهي عمليه انتصاب بتتم باكشن زي ما نعرف في اخر محاضره بعضله اسمها اسكيو كافرنوزس. اسكيو كافرنوزس، يبقى دلوقتي ده الروت بلب ثم الكرس اوف ذا بينس. الفري بارت عباره عن جزئين، كوربس سبنجوزم، كلمه كوربس جاي من البادي، وسبنجوزم يعني سفنجي، الجسم الاسفنجي ماشي جواه اليوريثرا اهو، امشي معاه هتلاقي ورا هو امتداد لبلب اوف ذا بينس، ما ده الروت اهو، يبقى هو امتداد ورا البلب اوف ذا بينس، ماشي ماشي جوه البلب اوف ذا بينس وجوه الكوربس سبونجوزم اليوريثرا. ثم تاني جزء كوربس كافرنوزم، شو اسمه؟ كوربس يعني جسم، كافرنوزم يعني كهفي، كهوف كهوف، لما تمشي معاه بوسيلورلي هتلاقيه راح كمل مع كراس اوف ذا روت اوف ذا بينس، ماشي في وسط مين؟ ديب ارتري اوف ذا بينس، يبقى البلب في الروت بقى هنا كوربس سبنجوزم، الكراس في الروت بقت هنا اسمها كوربس كافرنوزم، لكن الكراس هو اللي غطى بعضله اللي هو الاسكو كافرنوزس، والبلب مغطى بعضله اسمها بلبو سبنجوزس. ثري بارت اوف ذا بينس لا زال الحديث فيها. قمه القضيب اسمها جلانس بينس، اللي هي الحته اللارج بارت اللي هو التب. كان في البدايه كفرد باي سكن اسمه بريبوز اللي هو فور سكن، وده الجلده اللي هي بتشال اثناء عمليه سيركمسيشن، عمليه الختان، ودي سنه عن نبينا وابينا ابراهيم عليه السلام، اللي هو حته الجلده دي اللي هي اسمها بريبوز دي بتشال عمليه سيركمسيشن. بين البطي وبين الجلانز بينس في كونستركشن كده اسمها كورونا، ومعنى كورونا داري، روح شوف البينس كده هتلاقي الحته حته داريه كده اسمها نك، عنق القضيب. في قلب الجلانس بينس اليوريثرا بيحصل فيها دايلاتيشن، تعمل حته اسمها نافيكولار فوسا، نافيكولار فوسا اللي هو دايلاتيشن اوف ذا يوريثرا جوه الجلانس بينس. ده قطاع عرضي في البينس، بالراحه كده تعالى شوف من بره لجوه،
هتلاقي بالترتيب كده سكن سوبرفيشال فاشيا اكتشفها واحد اسمه دورتوس وسمى باسمه، ثم ثلاثة ايرولار تيشو، ثم ديب فاشيا اسمها بوكس فاشيا، ثم تينيكا قلبي جيليا. ده الترتيب من بره لجوه، سكن سوبرفيشال فاشيا دورتوس، ثم ايرولار تيشو، ثم ديب فاشيا اسمها بوكس فاشيا، ثم تونيكا قلبي جينيا. تعال هنا كده، ادي الكوربس سبنجوزا ماشي جواها اليوريثرا، وادي الكوربس كافيرنوزا جزء كافي ماشي جواها الديب ارتري. على الدورسم ماشي تو فين، سوبرفيشال دورسال فين وديب دورسال فين، وماشي دورسال نيرف وارتري. يبقى ماشي هنا كده فان، دورسال فان، فين ارتري نيرف. لكن الفين مهم 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 مهم، وهو عبارة عن سوبرفيشال دورسال فين وديب دورسال فين. ايه أهمية الفين؟ تعال هنا كده بقى شوف الدنيا بتقول لك ايه. بوكس فاشا اللي هي دي كده، امشي معاها كده هتلاقي مشيت حوالين الكوربس كافيرنوزا اهي والاسبنجوزا، وخلت عصرت مين؟ الارتري والديب دورسال فين، والديب دورسال فين اللي هو يهمنا الديب دورسال فين. هذه الفاشيا بتعمل ايه بقى؟ لما بتعمل عمليه كونستراكشن انقباض بتحبس الدم في الفين ماشي، بتمنع الدم، هو الدم جه من الارتري ماشي في الفين، يجي يرجع من الفين تقول له لا اقف، تقوم تحبسه تقوم تعمل عمليه الاريكشن. يبقى فكره الانتصاب مبنيه على ايه؟ فكره الانتصاب مبنيه على ان الدم هيجي من الارتري يندفع فين؟ في القضيب. كلام جميل لغايه دلوقتي مش مشاكل؟ لا، ثم تيجي بقى ايه؟ نحبس الدم في الفين، يبقى عمليه الانتصاب عباره عن تضخم في القضيب بالدم. بس الدم ده موجود فين؟ في الفين، في الوريد وليس في الشريان. يبقى الدم هيخش من الشريان اهو، ثم تيجي بقى الديب فاشيا دي تروح حابسه الدم فين؟ في الفين، في الوريد، عشان خاطر يعملوا عمليه الايه؟ الانتصاب. لغايه دلوقتي في مشكله؟ تعالى تقوم تجيب التونيك البيجينيا، تونيك البيجينيا تحبس اكتر الدم ماشي فين؟ في الكوربس كافيرنوزا. ايه الكوربس كافيرنوزا؟ شوف من اسمه كافيرنوزا كهفي، هذا الجزء الكهفي ده كده يروح مليان بالدم، مليان بالدم تمام. تقوم تجيب التونيك البيجينيا تحبس الدم فيه علشان خاطر تحافظ على استمراريه عمليه الانتصاب. خلاص كده يا جماعه؟ يبقى خلي بالك من عمليه الانتصاب بقى دلوقتي، الانتصاب عباره عن دم اهو، جه الدم عن طريق الارتري، كلام جميل جدا. في حاله دي اندفاع الدم عن الانتصاب دي بارا سمباثيتك، بارا سمباثيتك، خلي بالك من الحته دي. يوم الدم يروح يملى فين؟ يملى الفينز ويملى الكوربس كافيرنوزس دي كده، ملاها الدم لغايه دلوقتي حصل عمليه انتصاب ماشي. المهم احنا هنعمل ايه؟ عايزين نقفل على الدم ده كده. مين هيقفل على الدم ده كده؟ اللي يقفل على الدم ده ثلاث حاجات، اللي يقفل على الدم ده كده ثلاث حاجات هيحبسوا الدم. طول ما هم حابسين دم في انتصاب، مفيش حبس للدم مفيش انتصاب. مين الحبس؟ واحد اسكو كافيرنوزس مصر، اللي هي حوالين مين؟ حول كوربس كافيرنوزا، اسكو كافيرنوزس مصر. اثنين تونيكا البيجينيا، تونيكا البيجينيا. ثلاثة ديب فاشيا. الثلاث حاجات دول خصوصا اسكو كافيرنوزس هم اللي عملوا عمليه الانتصاب وحافظوا على عمليه الانتصاب. يبقى عمليه الانتصاب مبنيه على انا بجيب الفين اندفع في الشريان راح ملى كل الكوربس كافيرنوزم دي كلها اتملت بالفين، ملت بالدم تمام، والدرس الفين ده كانت مع الخلاص ده كله اتملى بايه؟ بالدم. مين بحافظ على عمليه الانتصاب؟ اهي يا باشا الديب فاشيا دي حوالين منها اهي، حوالين منها ايضا عضله اسمها كوربس كافيرنوزا تمام كده، ومعانا كمان التونيكا قلبي جينيا. شوف دقه صنعه الخالق سبحانه وتعالى، حته كده بس شوف هنا كده، ان القضيب ليس به فات، ما فيهوش دهون. تخيل انت لو ان القضيب ده فيه دهون وتخد، حصل عندك وزنك زاد، يبقى شوف بقى تخيل، انا عايزك بس تخيل كده هيبقى حجم القضيب ازاي لو في دهنه.
شوف انت بقى لما بتدخل شكلك هو عامل ازاي، شوف شكل القضيب. لكن الله سبحانه وتعالى حكيم في صنعته، فخلى القضيب من الاماكن في جلدنا او في جسمنا خاليه الدهون، زي مثلا الجفن العلوي مثلا ده خالي من الدهون، بدليل انت لما بتتخن عمر ما شفنا واحد مشي وعينه مغمضه كده لو تخن. ليه؟ لان ده مثلا شو عشان تعرف نعمه ربنا يا جماعه عندنا، الحته دي مثلا سمكال خاليه من الدهون. رحنا هنا كده عمليه الانتصاب اريكشن، ده فاسكولار ميكانيزم، حاجه دمويه بحته، ده عباره عن دم خلاص. في حاله الباراسمباثيك ستيموليشن الانتصاب باراسمباثيك هيحصل رابيد انفلو اوف بلاد، هيملى ايه؟ هيملى الكوربس كافرنوزا، هيملى كل يمين والشمال، وبعدين لغايه دلوقتي الدم اتملى اهو، لغايه دلوقتي مش مصاد. ايه بقى اللي بيحافظ على استمرار عمليه الاستمرار للانتصاب اهو؟ تقوم تيجي يعمل ايه؟ كونستريكشن اوف دريننج فينز، الفين اهو يعمل له كونستريكشن يقفله بي اسكو كافرنوزس والدي فاشيا والتينكال بجينيا ماشي، عشان يمنع تسرب الدم يقوم يعمل ايه؟ اريكشن اوف ذا فينس. طبعا اوعى تخيل ان الانتصاب في الذكر بس، لا في الانثى برضه نفس القصه بتحصل في الكليتورز، لكن كمانها غير ملموسه فالناس يخيل هما، لا في نفس الكلام بالظبط بيحصل في الكليتورز وهو البذر، بيحصل اثناء عمليه الجماع خصوصا لما يبقى في شهوه جنسيه. الاجاكوليشن سبحان الله، القذف سمباثيتك، القذف سمباثيتك، تم القذف من هنا هتلاقي اللي هو كان ما شاء الله عليه كده فجاه تيك خلاص. ليه يا باشا؟ اتقلبت الحاله من البارا سمباثيتك الى سمباثيتك، يبقى القذف سمباثيتك ماشي، القذف سمباثيتك، اما الانتصاب بارا سمباثيتك. واخيرا اشكركم شكرا جزيلا على سعة صدركم وحسن استماعكم، كان معكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين أستاذ التشريح وعلم الأجنة. وأخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.